السلام عليكم الاخوان، غادي نوريكم الطريقه باش غادي نبقى تدخلوا ان شاء الله للكراج. غير شدوا هذه القاعده، راه اي واحد قريب ليه امتحان ولا ما قريب ليش غير شدها، كلشي سهل صراحه الله والله العظيم كلشي سهل. خص غير الانسان يضبط القاعده ديالو كيفاش ندخلوا للكراج. غادي نتوكلوا على بركه الله. يلا غادي نديروا المستوى الاول فارا زين، وغادي نزيدوا دائما بقى تزيدوا قريبين للتريطوار كما كتشوفوا هنا، غير شويه ما تجريش، وكنحاولوا اما أن ما امكن اننا نكونوا حدا تروطوار، ويدينا يكونوا دائما مقادين، الا بعدتي ولا قربتي مقادين. بالنسبه للكراج الاخوان، وقف دابا هنا، غادي نهبطوا لداخل على برا. شوفوا الا كتلاحظوا الكراج ها كيفاش كيكون الاخوان، هو هذا العواد هادو خصنا ندخلوا ليهم. انا عطيتكم غير الطريقه لان ماشي بلاصه الامتحان هذه، حاولت ما امكن نجي باش نوريكم كيفاش كيدخلوا للكراج. انتم كتشوفوا هنا خصنا ندخلوا بين هادو، ولكن الطوموبيل كيفاش خصها تجي، يعني العبارات اللي خصنا نديرو، شنو هما العبارات اللي خصنا نديرو. هو هاد المرايه هادي، يعني هاد المرايه هادي اللي كتبان لكم هنا، خصها تجي اون فاس لهاد العود هذا اللي كيكون الاولاني. يعني غادي نجي لهنا ونشوفوا هاد العود هذا اللي كيكون الاولاني، يعني في اي مدينه كما بغى يكون فيها الكراج بحال هكا خصنا الطوموبيل. انا دابا راني مقاد مع العود، الا كتشوفوا بان الطوموبيل ما مقاداش المرايه مع العود، خصنا نزيدوا شي شويه، زيد شي شويه قاد العبار ديالك هكذا كما كتشوفوا. ها هي دابا المرايه مع العود، هو شد العبار ديالو من لهيه وبانت ليه المرايه مع العود. تما شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقلبوا كلشي اليسر، دير كلشي اليسر، كلشي اليسر بحال هكا مزيان. من بعد كنديروا السينيال على اليسر، الا شفتوها حنا دابا دورنا كلشي اليسر ودرنا السينيال على اليسر باش نمشيو بالطوموبيل بشويه ندخلوا لهاد البلاصه هادي. دابا اطلق الفران ورخي لومبرياج غير بشويه باش الطوموبيل تزيد ليك باش تدخل للبلاصه ديال الكراج. هي هذه الطريقه الاخوان، راه ساهله. خلي يديك مدوره على اليسر كما كتشوفوها هي، بلا تبقى واقف باش نشوفوا المرحله فوقاش خصنا نقادوا الرويد. دابا الا شفتوا بان الرويد دايرين اليسر الاخوان، ها هما راه دايرين اليسر، ولكن فوقاش خصنا نقادوا الرويد. ها انتم كتلاحظوا راه الرويد لحد الان مازال دايرين اليسر، ها هما. دابا في هذه اللحظه منين الطوموبيل تقدات مع الدخله ديالنا اللي هو هذا العود هذا، اشنو خصنا نديرو؟ تما كنقادوا الرويد. اشنو خصنا نديرو؟ كنقادوا الرويد، قاد الرويد، برافو عليك، وكندخلوا بشويه للكراج ديالنا بلا صعوبه. هيا داخل للكراج بلا صعوبه، والكراج الاخوان في الامتحان راه هو هكا داير كامل عواد، يعني غير الاعمده كيديروهم خصك تدخل وسطهم هكذا. هذا هو العبار ديالنا. دابا باش ندخلوا، ها حنا دخلنا، باش نخرجوا خصنا نديروا مارشاريان، يعني نخليو مارشاريان، خلي مارشاريان وخلي يدك هكاك نيشان، يعني كيما دخلنا نيشان رجعوا نيشان، رجع نيشان بحال هكذا. كتخلي يدك مقادين كيما كتشوفوا هنا، يديه مقادين حتى كنخرجوا من هاد العواد هادو اللي هنايا، يعني الطوموبيل حتى تخرج لنا كامله من هاد العواد هذا كنوقفوا هكذا. غير تخرج لك الطوموبيل صافي كتوقف وكتدور كلشي اليمين هكذا كما شفتوا هنا، كندورو كلشي اليمين وكنزيدو نرجعو اللور، يعني غير تخرج من الكراج كدور كلشي اليمين وكتزيد ترجع اللور، بارك عليك. من بعد كدور كلشي اليسار، كندورو كلشي اليسار ونديرو السينيال ديالنا وكنكونو دوزنا المرحلة ديال الكراج بكل وضوح. راه ساهلة الإخوان، أنا كنحاول ما أمكن غير نعطيكم بعض المعلومات تساعدكم على المراحل ديال الامتحان، وبارطاجيوها مع المبتدئين اللي محتاجين بحال هاد المعلومات، يدخلوا الكراج بطريقة ديال الامتحان إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.